لا تنسوا الاشتراك في قناة الجنة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. خلق آدم من تراب فابتلاه ثم تاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فكانت عليه بردا وسلاما فاعتبروا بما جرى، وأيد موسى بتسع آيات بينات فما ادكر فرعون ومرعوى، وآتى عيسى من المعجزات التي تبهر الورى، وأنزل الفرقان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه البينات والهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تزال نعمه تترى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغد أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقد كانت الهجرة تاجا على رؤوس الأعوام وشامة في جبين الأيام، نصر الله بها الدين وقلب بها الموازين. ونحن إذ نتكلم أيها الأحبة عن الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحكي قصة تسرد أو كان يا مكان، لا، لابد أن نحول ونطبق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي نتعلمه ونعلمه أبناءنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علمتنا الهجرة اختيار الصاحب، فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، والجار قبل الدار، يقول الجار قبل الدار، سواء الجار في سفر رايح عمرة مسافر أي دولة، الجار في البيت، الجار في الأرض، الجار قبل الدار. ولذلك أحد الناس اشترى بيتا وشيده أحسن تشييد، شطبه أحسن تشطيب، وبناه وعمره، يعني صرف عليه، ثم بعد فترة عرضه بأبخس الأثمان، يسوى مليون، أنا عايز أبيع 100. فالناس بيلوموه، يعني بعد ما عملت القصر ده والفيلا الجميلة والعمارة الحلوة دي وصرفت عليها تعرضه بالمبلغ ده، فماذا قال؟ يلومني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغصه، ده في جار سيء، واحد في الطلعة والدخل، ده طلع بشنطة فيها كذا وطلع فيها كذا، ده نزلوا الساعة كذا، ده رجعوا الساعة كذا، ده بيعملوا كذا، لأنهم حتى الناس يقولون أن الجار يعلم عنك ما لم يعلمه عنك أبوك ولا أمك، إنه لازق فيك، شايفك أنت بتطلع إمتى وبتسافر إمتى وبترجع إمتى. قال يلومني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا هناك جار يناقصه، فقلت له كف الملام. خلاص بقى مش عايز لوك، ليه يا عم نكف الملام ليه؟
قال كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص. لذلك الواحد بيتعجب لما يقرأ في سير السلف أن محمد بن الجهم أراد أن يبيع داره فعرضها ب50,000 درهم، وجاء المشترون عشان يعينوا الأرض ويعينوا البضاعة، شوفوا الأرض البيت بتاعه، فقال لهم بكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ فقالوا أو يباع الجار، أنت عايز تبيع لنا الجار؟ إحنا جايين نشتري الدار يا عم. قال أبيعه الجار قبل الدار. قال ولم لأبيعكم الجار وهو من إذا غبت سأل عني، ومن إذا احتجت أعطاني، ومن إذا وقعت في كربة كان معي ونفس عني. فالكلام ده وصل لسعيد بن العاص، فرح فأتى به، أتى بمحمد بن الجهم وأتى بالمشترين وقال له أشهدكم أن اشتريت الدار ب100,000 درهم، مش ب50، لا ب100 كمان، وأعطيت لمحمد بن الجهم حق الدار والدار. يعني اشترى الدار قال له خد يا عم الفلوس مش عايزها والدار ليك كمان. الواحد بيتعجب لما يسمع هذا. وكان رجل، كان رجلا بجوار عبد الله بن المبارك الامام العلم، فاراد ان يبيع الدار فعرضها ب4,000 دينار. 4,000 دينار، الدرهم عمله فضيه، الدينار عمله ذهبيه، فعرضها ب4,000 دينار. فأتى الناس قالوا لا هذه يعني هذه الدار تساوي 1,000 دينار. فقال له بل تساوي 4. قالوا 2000. قال 4. قال له 2000 للدار و2000 للجوار. انت جوار مين يا عم؟ انت عبد الله بن المبارك، انت جنب يذكرك بطاعة الله عز وجل، اذا وقعت في شيء يكون معك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اختار من في هجرته صلى الله عليه وسلم؟ اختار الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله ابن أبي قحافة، ده اسم سيدنا أبو بكر الصديق، وقيل اسمه عتيق، وأبو قحافة هذا اسمه عثمان ابن عامر. مرة أخرى خليفة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله وقيل عتيق، والعرب بتقول على الشيء الجيد قوي يقول لك ده حاجة معتقة عتيق. هكذا قال يحيى بن معين كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاسمه عبد الله وقيل عتيق ابن أبي قحافة، أبو قحافة اسمه عثمان بن عامر. اشمعنى احنا بنركز على اسمه؟ عشان الشباب بتوعنا لو سألته الفريق الفلاني كم واحد بيلعب فيه يقول لك 11، طب مين الجول؟ يقول لك اسمه كذا، مين بيلعب يمين؟ يقول لك فلان، مين بيلعب؟ يقول لك عارفه وحافظه. طب ما تقول لنا كده 5 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش، مصيبة كارثة. وكنت في مرة في أحد الدروس بقول لواحد ما تقول لنا كده أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيل قال مين في أبنائه؟ قال عائشة وقال خديجة، يا ابن أبناء النبي، ما بقولكش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا عشان كده بقول نحول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تطبيق عملي، ما يبقاش مجرد هي قصة واتحكي. الشيخ كان بيتكلم عن الهجرة، لا، فيا أيها الأحبة اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحبا له، لأن في اختياره لأبي بكر دروس عظيمة وفوائد جمة. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع من ماله الحر في هذه الهجرة،
ما من أحد إلا وله علينا يدا إلا أبا بكر، خلا أبا بكر، تركنا مكافأته لله عز وجل. أما في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم صمم أن هو يكون من ماله الخاص صلى الله عليه وسلم حتى تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، إيه الفايدة؟ الفايدة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى يوطد العلاقة بين المسلمين وبين بعضهم البعض، لأن المهاجرين والأنصار حاجة واحدة. ولذلك أعداء الإسلام اليهود وغيرهم بيلعبوا على الحتة دي العنصرية، يقول لك ده صعيدة وفلاحين. إيه صعيدة وفلاحين؟ وأنا مش مسلم. قال نحن تجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجد يحيي فيك النعرات دي، ده من قبيلة كذا، ده من عيلة كذا، ده لا ده دول من صعيدة، لا ده دول فلاحين. يا أخي كلنا مسلمون، احنا كلنا مسلمين. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ايه ولا تفرقوا. فوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاقة بين المسلمين وبين بعضهم البعض، ثم بنى المسجد ليوثق علاقتك بربك سبحانه جل جلاله. فالمسجد هو مصنع الرجال، خرج من في قديم الزمان كان يتربع على عرش المجد رجال ويسكن داخل قلعة العز أبطال، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا مقدار بيوت الله عز وجل، عرفوا يعني ايه مسجد، فما رفعوا فيها الأصوات صوت عالي لا، وما جاءوها إلا في خشوع وإخفات في الوقت الذي نرى فيه كثير من شبابنا وفتياتنا يبتعدون عن المسجد. عايز تعرف الحاجات دي بالضبط عرف صلاة الفجر، شوف مين اللي في الفجر، تلاقي أغلب الناس ناس كبار في السن. طب هو الناس الكبيرة دي مش عندها عيال؟ عندها. مش عندهم شباب؟ اه. طب سايبه نايم ليه؟ ما تجيبه معاك، سايبه نايم ليه؟ وبعدين احنا ككبار في السن لما نشوف عيال صغيرة بتلعب في المسجد سيبه يلعب، سيبه يبسط. بطل يا ولد اعمل، لا علمه برفق، لكن سيبه ما كانش يلعب في المسجد، يلعب فيه، حب المسجد، لان هذا الطفل هو انت يعني هتقعد تتحيل عليه لما يكبر انه يخش يصلي. ان هو لو ما تعلقش بالمسجد دلوقتي هيتعلق بالقهوة، هيتعلق باصدقاء السوء، هيتعلق بحاجات كتير، فيطلع كده يحب المسجد. لذلك صحابة قلوبهم تتعلق الى المساجد، قلوبهم تشتاق الى المساجد، قلوبهم تشتاق الى المساجد، حتى ان بعض السلف قال عندما كان يخرج من المسجد كان يبكي، بيبكي ويقعد يعيط. بتبكي ليه؟ يقول اخشى الا اعود اليه مره اخرى، انا خايف اطلع من المسجد ما ارجعلوش تاني. شوف التعلق. طب وايه دي فايدتها؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية بالمسجد، وفي رواية في المسجد. قال ابن حجر رحمه الله فشبهه بالقنديل، عارف زمان اللمبة السهار القنديل كان تتحط كده وكانت تنور، كانش في طبعا لمبات ولا كده، فشبعه بالقنديل ضوءها في داخل المسجد وخارج المسجد. عايز يقول يعني المؤمن ينتفع به داخليا وخارجيا، مش مجرد واحد شيخ وقاعد مسجد متدروش، لا لازم يشارك الناس هموما، يشوف هنا مشكله يحلها، افراح احزان. علمتنا الهجره حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. ولذلك حفظ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. بتقول ايه؟ وميتا، نعم.
ففي القرن السادس الهجري في عصر الخليفة الصالح نور الدين محمود زنكي كان نايم، وبعدين شاف في الرؤية، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. قال يا نور الدين أنقذني من هذين الرجلين، الاثنين دول. يقول فنظر فإذا رجلان أشقران لونهم أشقر، فقام واستعاذ بالله من الشيطان ثم نام مرة أخرى. قال ده كابوس. قال يا نور الدين أنقذني من هذين الرجلين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثاني في رؤية، قال له أنقذني من الاثنين دول. فقام واستعاذ ثم نام المرة الثالثة، فرأى رسول الله المرة الثالثة يا نور الدين أنقذني من هذين الرجلين. قال لا، ده كده في مشكلة. فقال للوزير جهز الآن السفر، وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجده والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فقال للوالي أبلغ كل من في المدينة أن الخليفة أتى لزيارة النبي ويريد أن يعطيهم عطايا بنفسه. شايفهم بنفسه وعايز يشوف الرجلين دول. فالناس كلهم جم ويسلموا على الخليفة ويعطيهم عطايا. قالوا لم يتبقى أحد. قال ولا واحد. قال ولا واحد إلا اثنين، مش غير اثنين، ودول من بلاد المغرب. قالها علي بهم. قالوا دول أغنية ومش محتاجين، مش عايزين حاجة. قال علي بهم. فلما رأهما عرفهما، عرف هو هم دول اللي شافهم في الرؤية. قال من أي البلاد أنتم؟ قالوا نحن من بلاد المغرب. طبعا الناس قعدت تثني عليهم، دول بيصلوا، دول بيصوموا، دول كذا، دول كذا. لذلك لا تغرنك المظاهر، اوعى تغرك المظاهر. دول بيصلوا، دول بيصوموا، دول كذا. قال انتوا جيتوا هنا ليه؟ قال جئنا نجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نقعد جنب النبي. وفي حاجه احسن؟ في حاجه في الدنيا احسن انك تبقى قاعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام؟ قالوا اصدقائي الارض، انتوا جيتوا ليه؟ قالوا جئنا نجاور. قال اين البيت؟ فين بيتكم؟ فلقى ان البيت قريب من حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل نور الدين وبدا يفتش، فرفع حصيرا فوجد سردابا متجها نحو حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم من محافظ الجلد يحفرون التراب ثم يضعون التراب في هذا الجلد، المحافظ الجلد دي عشان ما حدش يكتشف. لماذا يصنعون هذا؟ يريدون سرقة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس حيا وميتا. فاللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أصحابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الهجرة أيها الأحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول هجرة الأوطان. إذا لم يتمكن المرء من إقامة شعائر دينه في بلد معين وجبت عليه الهجرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والهجرة الثانية هجرة الأبدان. إيه يا عم شيخ هجرة الأبدان دي؟ أن تهجر أصحاب السوء. زي كما قلنا الصاحب ساحب، واحد قعدته كلها غيبة ونميمة، واحد ما بيذكركش بالله تمشي معاه ليه؟ واحد إذا حكيت له أسرارك وفي أول مشكلة يضحك. ولذلك أنا أقول لك احتفظ بأسرارك لنفسك، تحكيش حاجة لحد، سرك لنفسك. السر أقول لك السر إذا خرج من بينك يبقاش سر؟ لا، السر إذا خرج من بين فكيك لا يعني لا 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 أصبح أو لا يكون سر. السر لو خرج من بين فكيك بقك يعني ما خلاص بقاش سر.
احتفظ بأسرارك نفسك، لا تضمن هذا الذي أمامك، ده صاحبي، ده حبيبي، ما تضمنش. ولذلك عتب الله عز وجل على بني إسرائيل، كان الواحد فيهم يأمر أخي يقول له أنت بتصليش ليه؟ اللي أنت بتعمله ده حرام. وبعد كده فإذا أتى الصباح يأكل معه ويشرب معه وكأن شيئا لم يكن، لأن الاعتزال في نوع من التربية، أنك أنت بتعلي يعني ممكن يرجع لرشده، هو معتزلني ليه؟ كلمنيش ليه؟ قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وقال تعالى عن أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا من؟ إلا الله. فالصاحب الواحد الوحش ابعد عنه، يبقى هجرة الأبدان أن تهجر أصحاب السوء. ثم هجرة الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أختم وأقول العمر عمران والميلاد ميلادان، انتبه وتأمل، العمر عمران والميلاد ميلادان. أما الميلاد الأول فيشترك فيه كل الخلائق، المسلمون والكفار، الأبرار والفجار، الصالحون والطالحون. الميلاد الأول يوم أن يخرجك الله عز وجل من رحم أمك إلى هذه الدنيا، كل الناس بتشترك في هذا. أما العمر الثاني وأما الميلاد الحقيقي يوم أن يخرجك الله عز وجل من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي الصالح من الطالح؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ميت، أو من كان ميت، ميت في الضلالة، ميت في المعصية، ميت في الفسق، أو من كان ميت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. ولذلك أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نور يقذفه الله في قلبك فترى الحق من الباطل، نور ينير لك الحياة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وارزقنا حسن الختام. وقبل أن أختم أيها الأحبة أذكر نفسي وحضراتكم بصيام يوم عاشوراء، ويكون موافق يوم الاثنين القادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. فالإنسان السليم الصحيح اللي الصوم ما بتعبوش يستحب أن يصوم هذا اليوم. ما ثوابه؟ قال عليه الصلاة والسلام يكفر ذنوب سنة ماضية. وما أسرع الدقائق أيها الأحبة وما أسرع اليوم. فمن كان صحيحا ليست به علة أو مرض فليحرص على صيام هذا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء إنه عليم قدير الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
تنسوا الاشتراك في قناة الجنة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.